اليوم في ليلة باردة حيث تلعب مباراة اليوم في أجواء غير عادية مع أيضا توقعات ربما بسقوط أمطار في وقت لاحق. كل هذه الأمور لم تمنع الجماهير من الحضور، كل شيء جاهز لبداية هذه المباراة، ونتمنى أن يكون مستوى عالي لا يؤثر هذه الأجواء على مردود الفريقين. نتمنى أن نشاهد هذه الإثارة بكل تأكيد وأن نستمتع وإياكم. لا شك أيضا النوب هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن نشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. بداية أحداث اللقاء. فرصة للتسديد، لم يكن محظوظ. الدفاع كبير، يلعب كرة بينية، يعدي إلى منطقة الجزاء، ضغط تسديدة في اتجاه المرمى. يمر يلعب كرة بينية، إمكانية لعبة جميلة، تسديدة أجمل. مثل هذه الكرات لا يمكن أن تأذي الحارس، لا يمكن أن تزعج حارس المرمى إطلاقا. تسديدة من أول لمسة. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، تسديدة، كرة في الشباك. كانت هذه التسديدة بمثابة اختبار حقيقي لقوة الشباك. للحظة كانت قريبة جدا من المرمى، الآن إمكانية المرتدة، يلعبها عرضية على الطاير، تصطدم الكرة في القائم. يبحث عن زميله، كرة جد والتسديد، أي تألق، أي تصدي، هدف عالمي، فينيشنج عالي جميل، إنهاء الكرة بلمسة متقنة وفي منتهى الروعة. لم يكن من الممكن إيقافه. الله، يسدد الكرة، فرصة خطيرة وكرة في اتجاه المرمى، جول. وهكذا تنجح عودتهم الكبيرة في المباراة. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. يلعبها، كرة ترتد من القائم، يلعب كرة بينية، مساحة خالية على الجانب. هذه ضربة رأسية،
قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة. لا يوجد مجال لإضاعة الكرة. لمسة بينية. يلعب كرة عرضية داخل 18. انتهت المباراة. هذا درس قاسي يتعلمونه في عالم كرة القدم. تقدم في النتيجة لا يعني الفوز. يا إلهي يا الله على هذه المباراة.